احنا بصبه الشتاء بالبرد امطار غزيره الخيم دخل مي من الداخل ومن الخارج والوضع مأساوي. مازوت جاد نشتري لتر المازوت ب2000 ليره والصوابي ما جات تشتغل من الهواء ومن المطر ومن ما جات تشتغل. الوضع مأساوي جدا جدا. الوضع الصحي مأساوي كلها مقدمة سند كفالة العجرايين اللي يقول لك الوضع كويس ما بي شياب هاي بدها بلعات بدها أبر بدها مشافي بدها تروح تحط تدين. بعنا بيوتنا بعنا أراضينا لا نصرف على حالنا والمنظمات والمشافي ولا كلها مبعدين عنا كل البعد. كل الناس مرضانا ومرشحة والصيدليات الناس تروح على الصيدليات أخي ما جاي لحق واستعافات أكثر شيء بالليل استعافات تروح وترد. أريد مستوصفة لأنه بالمخيم هي المستوصفة الواحد يجيبون أخي أدوية لها شعيب كل شيء يعني. الحمد لله صحتنا سليمين من الانفلونزا من الزكام من اي شيء سليمين الحمد لله بس نطلب مستوصف متنقل ما عندنا مستوصف خالص. عندنا مستوصف المخيم الغربي بس عديم النفع دواء ما يعطونه كميه محدوده يعني يوم تكفي او ما تكفي يومين. واحنا والله يعني وضعنا يعني مو تحت الخطر يعني بس لسه عندنا ماشي الحال. جالس نتعالج الطباء بالمصاري والكشفية اليوم 13-14 ألف والله كمية ما هي قليلة ورشتها حتى الأسبرين قاعد اليوم الكرتون حق 6000 ليرة وقاعد نعاني من أمراض كثيرة. ما صورني ونتمنى إنه يفتحوا لنا مستوصف أداوي يعني يدعمون مشان هالأطفال لأن كلها مرضى الأطفال مع الكبار كله اليوم حتى الخيمة صاقعة برد برد جدا يعني.